بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم طلاب شركة آفاق التعليمية مع لقاء متجدد في مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية. درس اليوم هو الدرس الأخير في الباب الأول للصف الثالث الثانوي، رياضيات 5، العلاقات والدوال العكسية. طبعا الدرس بيتكلم عن العلاقات والدوال العكسية. عندنا خدنا في الحصة اللي فاتت الدرس السابق ازاي نطلع تركيب دالتين، ازاي نجري العمليات على الدوال. النهاردة الأهداف بتاع الدرس اليوم هي استعمال اختبار الخط الأفقي على منحنى الدالة لتحديد إن كانت لهذه الدالة دالة عكسية ولا لا. يعني في اختبار بيسمى اختبار الخط الرأسي، خدناه قبل كده، كان بيحدد هل العلاقة دالة ولا لا. اليوم هنشوف ان في اختبار اسمه اختبار الخط الأفقي بيحدد هل الدالة متباينة ولا لا، ولو كانت متباينة هيكون من الممكن ان يوجد لها دالة ايه عكسية. الفكرة الثانية هي ايجاد الدالة العكسية جبريا، يبقى انا عندي جبريا وبينيا. فكرتين اليوم، ازاي نستخدم اختبار الخط الأفقي لتحديد هل الدالة ليها معكوس ولا لا، أو هل أقدر أطلع دالة عكسية ولا لا. الخطوة الثانية هي إيجاد الدالة العكسية بالشكل الجبري والبياني. مفردات اللي هنشوفها أو نسمعها في درس اليوم هو العلاقة العكسية، الدالة العكسية، الدالة المتباينة. تعال نشوف أول مفهوم أساسي في درس اليوم اللي هو اختبار الخط الأفقي. بيقول لك يوجد للدالة F دالة عكسية F أس سالب 1. طبعا الدالة العكسية يرمز لها بالرمز F أس سالب 1. إذا وفقط إذا، يعني إمتى يكون للدالة F دالة عكسية؟ لو حصل إيه؟ بيقول لك إذا كان كل خط أفقي يتقاطع مع منحنى الدالة عند نقطة واحدة على الأكثر. يعني أنا لو مثلا افترضت إن ده منحنى دالة اللي هو باللون الأزرق، وجيت رسمت خط أفقي زي ما أنتم شايفين اللي هو باللون الأحمر ده، والخط ده تقاطع مع منحنى العلاقة دي في نقطة واحدة على الأكثر، يعني في نقطة واحدة فقط، يبقى معنى كده إن الدالة دي يمكن أن يوجد لها دالة إيه عكسية. طب لو تقاطع في نقطتين أو أكثر من نقطة، يبقى لا يوجد إيجاد دالة إيه دالة عكسية. ده ببساطة. يبقى تاني، إمتى أقدر أطلع دالة عكسية لدالة؟ إذا رسم خط أفقي وتقاطع مع التمثيل البياني للدالة في نقطة واحدة، فإنه من الممكن إيجاد دالة عكسية. لو تقاطع في أكثر من نقطة، يبقى لا يمكن إيجاد دالة إيه عكسية لهذه الدالة. تعال نشوف مثال لكده على تطبيق الخط الأفقي. المثال الأول عندك في الكتاب بيقول لي مثل كل من الدوال الآتية. هنشوف مثلا رقم A، عايزين نمثل الدالة. طبعا هو بيقول لك مثل بالحاسبة البيانية، لكن احنا نرسمها بالطريقة اللي ايه البيانية اللي احنا درسناها. لو واحد عنده حاسبة بيانية طبعا يفضل استخدامها لتحديد اذا كانت الدالة العكسية دي موجودة ولا لا. يعني عايزين نشوف هل الدالة العكسية يمكن ايجادها هنا ولا مش ممكن. طبعا عشان نرسم الدالة دي كلنا عارفين انها دالة قيمة وسط، ودالة القيمة منطقة لما تحب ترسمها ممكن تعمل جدول، ممكن ترسم جدول زي كده ونحط ثلاث قيم. يعني نحط مثلا الاكس ب طبعا ممكن سالب واحد، يبقى من الافضل ان نحط في النص موجب واحد عكس الإشارة، تاخد عدد أقل من الصفر وعدد أكبر من واحد ونعوض الدالة. يلا نطلع شرطة صفر، يبقى صفر ناقص واحد بسالب واحد، والقيمة من فترة بتشيل السالب بتاع واحد. طب لو حطيت واحد واحد ناقص واحد بيساوي صفر، لو حطيت اثنين اثنين ناقص واحد بيساوي واحد، تمام؟ طيب تعالى نرسم الدالة دي، كلنا عارفين بنرسمها ازاي. تعالى مع بعض، هذه محور إكس وادي محور واي، تمام؟ هنيجي من عند صفر وصفر نرسم نقطة، ادي صفر وصفر، وبعدين لا صفر وصفر مش معايا، عفوا صفر وواحد، صفر وواحد اهي،
وبعدين واحد وصفر على محور اكس ده، وبعدين اثنين واحد. ونرسم الداله، كلنا عارفين نرسمها ازاي. نرسم خط كده من هنا اهو وكده، ادي الداله القيمه دي في النقطه. طيب انا كده رسمت الداله القيمه، عايز استخدم بقى اختبار الخط الافقي. هنرسم خط افقي زي النجم مثلا كده، هنرسمه بلون مختلف شويه اهو. تمام، لو رسمنا الخط ده، الخط اللي انت شايفه ده بيتقاطع مع التمثيل البياني الداله في كام نقطه؟ بيتقاطع في نقطتين، او النقطه دي والنقطه دي. طب استخدام الخط الافقي ده، هل دي تعتبر او هل يمكن ايجاد داله عكسيه الداله دي؟ اقول كده اهو، لا يمكن ايجاد داله عكسيه للداله اف اوف اكس بتساوي قيمه مطلقه اكس ناقص. ليه؟ بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة لأن الخط الأفقي اللي رسمناه تقاطع مع منحنى ده أهو، رسمنا خط أفقي كده، تقاطع في كام نقطة؟ نقطتين. يبقى معنى كده لا يمكن إيجاد دالة عكسية. عشان ممكن إيجاد دالة عكسية، لازم الخط الأفقي يتقاطع مع منحنى الدالة في نقطة واحدة على أكثر. طيب نشوف مثال كمان، يلا نشوف هنا. يقول لي ارسم برضه وشوف هل ممكن يكون في داله عكسيه ولا لا. طيب دي داله ايه يا شباب؟ كلنا عارفين ان الداله دي يا شباب هي داله الايه؟ هي داله المطلوب اللي احنا كلنا عارفين نرسمها ازاي. تعالى نرسمها بعينين كده، داله المطلوب، ادي محور اكس وادي محور كويس. داله المطلوب بتترسم بمنحنيين، منحنى في الربع الاول ومنحنى في الربع الثاني. تعالى نرسمه مع بعض كده، يلا مع بعض نرسم داله المنحنى. بتكون كده لو فاكرين اهو، واحد كان كده يقترب من المحاور ولا يلمس؟ طبعا يفضل الفليكس اسهم كويس اهو كده، لا يقطع خط. لو انا رسمت خط افقي، تعالى نطبق اختبار الخط الايه؟ الخط الافقي هو مثلا نرسم خط افقي كده في اي مكان، او خط كده في اي مكان. الخط ده انا رسمته الخطوط الافقيه دي تقاطع مع المنحنى اللي بيمثل الداله في كام نقطه؟ واضح خالص ان هنا تقاطع في نقطه واحده، هنا تقاطع في نقطه ايه؟ يبقى يمكن ايجاد داله عكسيه دي ولا لا؟ حسب اختبار الخط الافقي، الخط الافقي رسمناه لانه يتقاطع مع التمثيل الثاني في نقطة واحدة فقط، يبقى ايه؟ يمكن اهو، يمكن ايجاد دالة عكسية للدالة اف اوف اكس بتساوي شباب 4 على اكس باستخدام الخط الايه؟ استخدام الخط الافقي او اختبار الخط الايه؟ الافقي. طيب نشوف مع بعض فكره ثانيه، وبالتالي بقى اعتقد الموضوع سهل كده. بنرسم خط افقي لو تقاطع في نقطه واحده يبقى يمكن ايجاد داله عكسيه، تقاطع في اكثر من نقطه يبقى لا يمكن ايجاد داله ايه؟ عكسيه. بعد كده ازاي بقى نطلع الداله العكسيه نفسها بالطريقه الجبريه؟ المفهوم الاساسي اللي بعد كده هو ايجاد الداله العكسيه. الخطوه الاولى تحقق من الداله العكسيه للداله بالتحقق من انها متباينه باعتماد الخط الافقي. هنشوف هل هي طبعا الداله لو كانت بيقطع التمثيل البياني بتاعها الخط الافقي في نقطه واحده يبقى اسمها متباينه، ولو كانت متباينه يبقى يمكن ايجاد داله عكسيه. الخطوه الثانيه نحط واي مكان اف اوف اكس، يعني انا استبدل كلمه اف اوف اكس بواي، وبعدين نبدل بين اكس وواي، يعني نشيل اكس نحط مكانها واي ونشيل واي نحط مكان اكس. رقم ثلاثة بقى نحل المعادلة بالنسبة لواي، يعني نخلي الواي في طرف واحد. وبعدين كده نطلع على طول اف اس سالب واحد اللي هي مكان ايه؟ مكان واي. طبعا
حل الخطوات افضل. تعالوا نشوف مساله اهو في مثال اثنين عندك بيقول لك في كل مما ياتي اوجد الداله العكسيه اف اس سالب واحد ان امكن وحدد مجالها موجود عليه واذا لم يكن ذلك ممكنا فاكتب ما غير موجود. تعالوا نشوف مع بعض في رقم A جبريا ازاي نطلع الداله العكسيه. اول خطوه خالص اول خطوه قلنا بنعمل ايه يا شباب؟ اول خطوه ان احنا بنحط مكان الاف والاكس دي بنحط مكانها واي. هنكتب واي هتساوي كام بصفر اكس ناقص واحد على اكس زائد اثنين. هذا اول خطوه. طيب الخطوه الثانيه هنستبدل الواي بالاكس والاكس بواي. يعني الواي ده هنشيلها مكان نحط مكان الاكس هتساوي واي ناقص واحد على واي زائد اثنين. خطوه بسيطه جدا. يبقى اول خطوه ثاني هنستبدل كلمه اف وباكس ونحط مكانها واي. تمام. الخطوه الثانيه بنعكس انها داله عكسيه. نحط مكان الواي ده اكس ونحط كل مكان كل اكس ايه واي. هنحاول بقى نحل المعادله دي. طبعا كلنا عارفين ان المعادله دي عشان اقدر احلها اضرب طرفين في ايه؟ وسطين عشان احلها بالنسبه للواي. طبعا عشان احلها بالنسبه للواي هقدر اضرب طرفين. انا اعتبر ان المقام هنا واحد وبعدين يلا نحل مع بعض. هنقول واي ناقص واحد واحد واي ناقص واحد هيساوي طرفين في وسطين. هنا ضربت واي ناقص واحد ده في واحد يديك واي ناقص واحد هيساوي هضرب الاكس في الايه؟ ها هنا هضرب الاكس هنا هضرب الاكس في الواي هضرب الاكس في الايه؟ في الاثنين. لما اضرب الاكس في الواي في الاثنين الاكس واي زائد ولما اضرب اكس اثنين يدينا اثنين اكس. عايزين نحل المعادله دي بالنسبه لواي يبقى لازم نحل الواي كلها في طرف واحد. يبقى انا اقدر اقول هنا واي دي وهيجي لها ناقص اكس واي هتساوي اثنين اكس ويروح عندها سالب واحد تروح بموجب كام؟ طبعا عشان اطلع كلمه واي يفضل انك تطلع واي عشان تبقى عامل مشترك. هطلع لين هنا في واي وهنا في واي، هطلع عامل مشترك واي تقسيم واي يبقى واحد واكس واي تقسيم واي، الواي واحد مع الواي يبقى اكس. ها هيساوي 2 اكس زائد واحد. احنا عايزين مين يا شباب؟ احنا عايزين عايزين كلمه الواي. يبقى الواي دي عشان اطلعها هيساوي اقسم اللي موجود هنا ده اقسمه على المداوي للواي. ان انا هقسم الطرفين على واحد ناقص اكس عشان اخلص. يبقى اكتب 2 اكس زائد واحد على واحد ناقص اكس. وطبعا هي دي اللي بتمثل الداله العكسيه اللي ممكن نقول لها برنامج اف اوف سالب ايه؟ اوف سالب واحد او الداله العكسيه. تمام؟ يبقى انا دي خطوات ايجاد الداله ايه؟ العكسيه. طيب تعالوا نشوف رقم بي عندك في السؤال. طبعا يا ريت كل طالب يحل معانا الكلام ده. طبعا المسائل موجود محمول عندك فاحنا بس حبينا نفهمك خطوات الحل. هنشيل احنا الاجابه ديت عشان نحل رقم بي اللي موجود عندنا دي. تمام؟ هنشيل الاجابه ديت وبعدين هنحل رقم بي اللي هي ديت. يلا مع بعض يا شباب يلا. ها هنود هي فوق كده اللي هي اكس اف اوف اكس رقم بي عندك اف اوف اكس بيساوي جذر اكس ناقص 4. مين يحل معايا؟ برافو. اول خطوه اتفقنا ان احنا نقول نشيل اف اوف اكس ونحط مكانها برافو واي هتساوي جذر اكس ناقص 4 هتكون اكس. الخطوة الثانية هنستبدل الواي بالاكس والاكس بالواي. يبقى الاكس هتساوي جذر واي ناقص 4. بنعمل ايه عارفين كلنا عشان نخلص من الجذر التربيعي؟ لما يكون في جذر في احد الطرفين بنربع الطرفين ممتاز. يبقى لما نربع الطرف ده يبقى اكس تربيع ولما نربع الطرف ده خلاص بيشيل الجذر. يبقى عندنا واي ناقص 4
شيلنا الجزمة من 4 طرفين. أنا عايز حل بالنسبة للواي وأدي سالب 4 بإشارة مختلفة عند الإكس تربيع، يبقى الإكس تربيع هيبقى عندها زائد 4 هتساوي مين؟ هتساوي أول ما تصل الواي بعد كده خلاص وصلت للدالة العكسية، لأن هي ديت هي اللي بتمثل قيمة إف أس سالب 1 وهي الإكس، فأنا كده طلعت الدالة الإيه؟ الدالة العكسية. نشوف مع بعض إيداد الدالة العكسية، قلنا دي الخطوات خدناها قبل كده مع بعض. تمام؟ نشوف بعد كده تحقق من فهم نفس الكلام بقى، نفس الكلام زي ما طلع قيمة الدوال العكسية كل من الدوال ديت، يلا نحل مع بعض دالة دالة كده وعايز الدالة العكسية. تعالى نشوف أول واحدة ديت اللي هي اف او اكس تساوي سالب 16 اكس زي اكس تكعب. هنحل ازاي؟ هنحل نكتب مكان اف او اكس دي، نحط مكانها رام تساوي 1 كل واي هتساوي سالب 16 زي اكس تكعب. ده اول خطوه. الخطوه الثانيه نستبدل الواي نستبدلها باكس هتساوي سالب 16 زي واي تكعب. استبدل الواي بالاكس والاكس بالواي. عايزين نحل المعادله دي بالنسبه للواي، هنودي اللي مع الواي مع الاكس، يعني نخلي الواي واحده اكتر، انما اقدر اقول ان الاكس ها سالب 16 هتروح بايه؟ ممتاز، الموجب 16 هيساوي واي اس 3. عايز نخلص الاس 3 دي، يعني لازم اطلع واي بس، واي فقط. ازاي نخلص الاس 3؟ قبل كده ان لو اس 2 وعايز اخلص منها باخد الجزء التربيع، لكن لو عندك اس 3 تاخد الطرفين الجزء التكامل. يبقى انت لو عندك جزء مثلا بتربع جزء التربيع، عندك تربيع تاخد الجزء التربيع. طب لو انا عندي اس 3 تاخد الجزء التربيع، طب لو عندي جزء تكامل مكعب. دي كلها امور خدناها في حل المعادلات. يبقى انا هاخد الجزء التربيع للطرفين، يبقى الجزء التكامل لاكس زائد 16 بيساوي واي، طبعا هي الداله العكسيه، يعني نقدر نقول ان الكلام ده بيساوي اف اس سالب 1 فوق اكس. طيب الحل الثانيه اف اوف اكس بتساوي اكس زائد 7 على اكس. يلا نحل مع بعض. اول شيء نشيل اف اوف اكس ونحط مكانه واي هتساوي اكس زائد 7 على اكس. الخطوة الثانية نبدل الواي نخليها اكس والاكس نخليها واي، واي زائد 7 على اكس. هنضرب حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، دي اكس نخليها واي. يلا نضرب مع بعض الاكس هنحطهم مقام واحد، الاكس ضرب الواي تدينا اكس في واي هتساوي 1 ضرب واي زائد 7 تدينا واي زائد كام؟ 7. هنجيب اللي فيه واي في طرف واحد عشان اقدر اطلع واي عامل مشترك، يبقى انا اقدر اقول ان اكس واي ناقص واي بيساوي 7. هنطلع واي عامل مشترك، يبقى واي هي نطلعها كعامل مشترك واي نفتح قوس. لما نقسم اكس واي تقسيم واي بين اكس، ولما نقسم واي تقسيم واي بين واحد، الكلام ده بيساوي كام؟ 7. بيساوي 7 عشان طبعا اطلع الواي، برافو، يبقى نقسم الطرف ده على الطرف ده، يبقى 7 تقسيم اكس ناقص 1، وهي دي يا شباب اللي بتمثل اف اس سالب 1 في اكس او الداله العكسيه. شوف رقم 2 سي هي ديت. نفس الخطوات ده، الخطوات كلنا اعتقد دلوقتي عرفنا الخطوات بالترتيب. هنشيل كلمه اف او اكس ونحط مكانها واي، يبقى واي هتساوي الجزء التربيعي لإكس تربيع ناقص 20، ده أول خطوة. الخطوة الثانية هنشيل الواي ونحط مكانها برافو، إكس هتساوي ما الجزء التربيعي لواي تربيع ناقص 20، لأن أنا بنشيل الإكس ونحط مكانها واي، ونشيل الواي ونحط مكانها إيه؟ إكس. مين يقول لي فاكر بقى نخلص من الجزء التربيعي إزاي؟ إحنا قلنا بقى خلاص لو في جزء تربيعي ربع، لو في تربيع خد جزء تربيعي. يبقى انا هنربع الطرفين يبقى اكس تربيع، التربيع شال الجذر، اتفضل واي تربيع ناقص 20. تمام؟ اتفضل واي تربيع ناقص 20. يبقى انا عندي اكس تربيع
اكس تربيع تمام هيجي لها زائد 20 بيساوي واي تربيع. عشان ناخد واي ناخد جسر التربيع للطرفين واي هتساوي زائد او ناقص ها اكس تربيع زائد 20. طيب هنا هنا بقى هل في داله عكسيه؟ ليه؟ لان كل قيمه واي طبعا بيساوي موجب او ايه او زائد اكس، يعني معنى كده ان ممكن يكون في قيمه واحده في الاكس تاخد ترتبط بقيمتين في واي. يعني مثلا احنا قلنا ان في تعريف المجال ان لازم الداله تكون متباينه، او في تعريف المجال بتاع الداله او عشان تكون داله لازم كل قيمه في اكس يبقى لها سعر واحد فقط. وقلنا ان لازم الداله تكون متباينه عشان يبقى لها داله ايه؟ عكسيه. لكن انا هنا الواي بتساوي زائد او ناقص، بمعنى كده ان ممكن يكون في قيمة واحدة ترتبط بقيمتين اثنين، قيمة واحدة في المجال ترتبط بقيمتين اثنين في المدى، أو قيمة واحدة في المدى ترتبط بقيمتين في المجال، وده تعارض مع مفهوم الدالة المتباينة، لأن الدالة المتباينة لا فيها تكرار لا في الإكس ولا فيها تكرار في الواي، يبقى هنا لا يوجد دالة عكسية، لا يوجد دالة عكسية للإيه؟ للدالة دي. طبعا نشوف بعد كده تركيب الداله العكسيه ازاي نطلع او ازاي نثبت ان داله بتمثل داله عكسيه. المفهوم هنا بيقول لك تكون الداله تكون كل من الدالتين اف واف والسالب واحد. الداله العكسيه لو ايه اللي حصل؟ لو جبت انت التركيب بتاع الدالتين وطلع بيساوي اكس، يعني لو جبت اف تركيب جي وجي تركيب اف يدينا اكس. طبعا هو كان قدامي على بالظبط ان اف تركيب جي على اكس يساوي جي تركيب اكس يكون بيساوي اكس. يعني انا عشان اثبت ان الداله تعتبر داله عكسيه لداله ثانيه بجيب الاولى تركيب الثانيه والثانيه تركيب الاولى، ونشوف هل بيطلع بيساوي لازم تيجي الداله المحايده ليه؟ تعال نشوف المثال الاول ومثال ثلاثه. يقول لي اثبت الجبرية ان الداله دي والداله دي داله عكسيه للاخرى. يبقى انا هعمل ايه؟ اقول كده اهو على طول اف تركيب جي على اكس. خدنا من شويه تركيب قلنا هنكتب اف ونحط قيمه الداله جي نفسها. قيمه الداله جي اللي هي 6 على اكس زائد 4. ونروح نعوض بدهية داخل الداله اف. يلا بقى نروح الداله اف نكتب 6 ها وهنشيل الاكس ونحط مكانها الاكس دي. وهنحط مكانها 6 على اكس زائد كام؟ 6 على اكس زائد 4 وبعدين ناقص 4 يساوي. كلنا عارفين ان ممكن الاربعه دي تروح مع دي تمام. ومعنى كده ان عندي 6 على 6 ناقص اكس في قاعده بتقول ان مقام المقام بيطلع في الوسط، يعني الاكس دي ممكن تطلع فوق يبقى يساوي 6 اكس على 6. ال 6 راحت مع ال 6 يبقى معنى كده ان اف تركيب جي طلعت بتساوي ايه؟ طلعت بتساوي اكس. طب تعالى نشوف العكس، تعالى نشوف مع بعض جي تركيب اف على الدال على المتباين اكس. هنحط الداله جي ونحط داخل القوس قيمه الداله اف اللي هي 6 على اكس ناقص 4 هنساوي. هنعوض بقى بدول كده داخل الداله جي. هنروح الداله جي نقول 6 تقسيم هنشيل الاكس بقى ونحط مكانها 6 على اكس ناقص 4 وبعدين كده انا كتبت 6 على اكس فشلت الاكس وحطيت مكانها وبعدين اكتب زائد تمام بيساوي. احنا قلنا ان المقام بيطلع فين؟ بيطلع وسط اهو. المقام اهو هيطلع في الوسط. وممكن الستة دي تروح مع الستة دي يبقى طلع فوق اكس
ناقص 4 على 1 خلاص المقام ده 1 زائد 4 سالب 4 راح مع موجب 4 يبقى لك ايه اكس. يبقى انا كده اثبتت ان اف تركيب جي على اكس طلعت بتساوي جي تركيب جي تركيب جي تركيب اف على اكس، وفي الحالتين طبعا بيساوي ايه؟ بيساوي اكس. يبقى انا اثبتت ان كل من الدالتين الداله اف والداله جي كل منها داله عكسيه للايه؟ للاخرى. تعال نشوف مع بعض تحقق من فهمك. نفس الكلام بقى اثبت جبريا ان الدالتين دي كل منها داله كل منها داله عكسيه. اتفقنا ان قلنا عشان نثبت ان الداله داله عكسيه الاخرى هنطلع اف تركيب جي وجي تركيب اف، لازم الاثنين يطلعوا اكس. يلا مع بعض نكتب اف تركيب جي على المتبادل اكس قلنا هيساوي اف، ونحط قيمه الداله جي نفسها اللي هي 6 ناقص اكس على 3، هنعوض دي كده قيمه الداله هيساوي 18، الداله اف 18 ناقص 3 وافتح قوس ده واشيل اكس واحط مكانها 6 ناقص اكس على كام؟ على 3، يبقى هتساوي ادي 18 اهي ناقص اضرب 3 في 6 ب 18 افك القوس وسالب في سالب الموجب، والتلاته دي هتروح مع التلاته دي تبقى اكس. طبعا واضح كمان ان سالب 18 هتروح مع سالب الموجب 18، يبقى المساله هتساوي اكس. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عندي اف تركيب جي على اكس طلعت قيمتها بتساوي ايه؟ بتساوي اكس. طيب تعالى نعكس نجيب ها جي تركيب اف على اكس، الكلام ده يساوي نحط الداله جي الاول اللي في الاول ونحط تحت القوس قيمه الداله اف، قيمه الداله اف اللي هي 18 ناقص 3 اكس، هنعوض ده الداله جي اللي هتساوي 6 ناقص الاكس بقى شيل هنحط مكان ايه؟ الاكس دي هحط مكان الاكس 18 ناقص 3 اكس على كام؟ على 3، طبعا هحط دول في القوس عشان في سالب بره، يبقى 18 ناقص 3 اكس على كام؟ على 3، الكلام ده هيساوي 6 اهو ناقص 18 ناقص 3 اكس، هتتكلم ناقص زي ما هي، يلا نقسم دول كده 18 تقسيم 3 على 6 سالب 3 رحت مع 3 يبقى عندنا مين؟ عندنا اكس يساوي تاني 6 نزلت والناقص نزلت اهي، وفكيت قسمت البسط كله على 3، 18 على 3 على 6 وال 3 رحت مع 3 يبقى اكس، يبقى يساوي 6 والسالب اضربها في القوس يبقى سالب 6 زائد اكس سالب سالب موجب سالب 6 هتروح مع موجب 6 يبقى يتفضل مين؟ يتفضل اكس. يبقى انا دلوقتي طلعت كمان ان جي تركيب اف على المتبادل اكس طلعت قيمتها كام؟ اكس. يبقى انا اقدر اقول ان اف تركيب جي على اكس تساوي جي تركيب جي تركيب اف على اكس، الاثنين طبعا بيساوي اكس ده اللي محدد. يبقى انا اقدر اقول فعلا اكتب بقى كده اهو ان كل من الداله الاولى والداله الثانيه بتمثل داله عكسيه للاخرى، او اقدر اقول ان كل من الداله اف والداله جي كل منهما تمثل داله عكسيه للداله الايه؟ الاخرى. وبكده نكون وصلنا لنهايه درس اليوم، وكده وصلنا لنهايه الباب الاول في الرياضيات 5. على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر في مادة الرياضيات، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.